حول فساد القطاع الصناعي في العراق متأثرا بالسياسات الحكومية الفاشلة، تنضم إلينا عبر سكايب من واشنطن الأكاديمية والباحثة السياسية الأستاذة هبة الفدعم. أستاذة هبة، بداية مرحبا بك. القطاع الصناعي قطاع اقتصادي مهم تعول عليه جميع الدول في بناء اقتصادها، ولكن في العراق هذا القطاع عانى من التدهور والاندثار السريع، وخصوصا بعد احتلال العراق عام 2003. يا ترى ما هي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تدهور القطاع الصناعي؟ بداية تحية طيبة لحضرتك وتحية طيبة لجميع المشاهدين الآن اللي يتابعون نشرة الأخبار أو البرنامج. طبعا الواقع الصناعة في العراق لا يقل ضررا عن باقي الأصعدة التي تضررت بعد الاحتلال، منها مثلا على الصعيد الاجتماعي والصعيد التعليمي والصعيد الصحي والصعيد الاقتصادي بشكل عام. يعتبر انهيار الصناعة بالعراق هو أحد من النتائج السلبية التي جاءت بعد الاحتلال، لكن الشيء الغير طبيعي هو استمرار حالة الانهيار بشكل متواصل لما بعد من بعد 2003 لحد الآن. احنا في 2022، ما يقارب 20 سنة بعد الاحتلال راح نوصل إلى مرحلة 20 سنة، وما زالت الصناعة في العراق في حالة تدهور مستمر وفي حالة تردي مستمر. أصبح العراق بعد الاحتلال مجرد سوق لتسويق البضائع للدول الجارة، وعلى حساب الواقع الاقتصادي، على حساب نهوض بالجانب الصناعي العراقي. هذه يمكن هي كانت أحد أسباب ما جاء به الاحتلال، هو انهيار هذا الجانب أو هذا الشق في الدولة العراقية. لكن الغير طبيعي والغير كان في الحسبان هو استمرار هذا الانهيار واستمرار إفراز دكتورة لبحث الحالة النتائج السلبية. لبحث الحالة أكثر، لابد من وضع مقارنة بين هذا القطاع الاقتصادي المهم، القطاع الصناعي قبل احتلال العراق، والقطاع الصناعي بعد احتلال العراق. لا يمكن وضع مقارنة ما بين الحالتين، الحالتين مختلفة تماما. قبل 2003، بعد 2003 كان يوجد لدينا دولة، كانت توجد سيادة، كانت الأوراق السياسية واضحة، الوضع السياسي والوضع الداخلي، الوضع الخارجي كانت معالم جدا واضحة ومحددة. ما يحدث الآن في العراق هو اشتباك لكل الأوراق وتداخلها مع بعضها البعض. هناك أطراف خارجية أقليمية لها شأن بالوضع الداخلي العراقي، مسيطرة تلقي بظلالها على الواقع الصناعي الداخلي في العراق، على الواقع الاقتصادي، على الواقع الاجتماعي، على جميع الأصعدة. هناك تداخلات أقليمية داخل العراق. الوضع السياسي الآن في العراق هو وضع مربك، وضع غير مستقر ومستقل أيضا. هناك تناقضات، هناك اختلافات موجودة ما بين الكتل السياسية. كل هذه تلقي بنتائجها السلبية على الواقع الصناعي وعلى باقي الأصعدة في المجتمع العراقي. لما نجي نقارن الآن الوضع في العراق الآن مع الوضع ما قبل 2003، لا، هناك نسبة كبيرة جدا من عدم التساوي ما بين الوضعين. مقارنة غير منطقية. طيب بصراحة في ظل البرامج التي تقدم من الحكومات المتعاقبة إلى البرلمان قبل استلام أي حكومة مهامها، هناك برامج تقدم، يا ترى هل العراق يعني يعاني من نقص في الكفاءات الاقتصادية التي تعمل على وضع خطط زمنية للنهوض بالقطاع الصناعي، أم أن الأمر يعني هناك أمامه معوقات كبيرة تحول دون تنفيذ أي خطط رصينة تقدم؟ خطط التنمية التي نسمع عنها، التي تقدم من قبل منظمات الإغاثة الدولية، من قبل الدول المانحة، من قبل البنك الدولي، من قبل مجموعة من العناصر الإقليمية والخارجية التي حاولت مد يد العون إلى العراق من أجل النهوض بواقع الصناعة العراقية، هذه مجرد عبارات، مجرد مشاريع كانت عبارة عن حبر على ورق، لم يتم تطبيقها على أرض الواقع ولم ترى النور. السبب الرئيسي هو ليس بعدم وجود الكفاءات العراقية، الكفاءات العراقية موجودة في كل زمان وفي كل مكان، سواء كانت داخل البلد أو سواء كانت في خارج البلد. السبب هو
عدم اختيار الكفاءات العراقية المناسبة، وكذلك تفشي الفساد الإداري داخل المؤسسات الدولة العراقية على جميع الأصعدة. لما أني أذكر على جميع الأصعدة من البداية وحتى النهاية، هذا الفساد الإداري، الفساد السياسي، عدم تعاون الكتل السياسية مع بعضها البعض من أجل خدمة الصالح العام للجمهورية العراقية، وهذا ما وصلنا إليه الآن. في ظل دكتورة أخيرا في ظل يعني نظام أو استمرار وبقاء نظام المحاصصة، وفي ظل الوضع الأمني غير المستقر للعراق، وفي ظل العمليات العسكرية التي تحدث من قبل وإلى الآن باستمرار، هل تعتقدين أن هناك مناخا ملائما ممكن أن ينهض بالقطاع الصناعي في العراق خلال المرحلة المقبلة؟ أحد الركائز الأساسية والرئيسية التي ترتكز عليها أي واحدة من المقومات اللي نحتاج أن نعمل عليها، نعمل على النهوض بالواقع العراقي الآن، هو المسألة الأمنية، توفير الأمن الداخلي، توفير مناخ مناسب من أجل النهوض بأي جانب من هذه الجوانب التي تم ذكرها. في حال عدم توفر هذه الأشياء، كيف يمكن للواقع الصناعة العراقية، كيف له ممكن له أن ينهض؟ في ظل ليس فقط عدم توفير المناخ وبيئة آمنة، عدم توفير سياسة داخلية مستقرة أيضا، كل هذه عوامل أدت بالنهاية إلى عدم النهوض بواقع الصناعة الداخلية بالعراق. عدم وجود، لا أريد أن أقول كفاءات، عدم وجود شخصيات وطنية لها صوت وطني ممكن أن تساعد من أجل النهوض ومن أجل بناء الجانب الصناعي في العراق. كل هذه العوامل اشتركت مع بعضها البعض في تراجع الصناعة داخل العراق. عبر سكايب من واشنطن الأكاديمية والباحثة السياسية الأستاذة هبة الفدعم، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا.